temps de venir jouer ce match retour-là contre Ahly demain, Inch'Allah. احنا سعداء جدا ان احنا موجودين في القاهره وان احنا هنلاعب النادي الاهلي بكره. المباراه هتكون صعبه جدا. النادي الاهلي خصم كبير، حصولهم على عدد 11 بطوله من دوري ابطال افريقيا ده ما جاش بالصدفه، اكيد بيدل على قوه النادي الاهلي. احنا كمان خليني اقول ان حظوظنا متساويه 50-50، احنا كمان جايين وعايزين ان احنا ندافع عن حظوظنا في مباراه بكره وان احنا نحقق نتيجه طيبه. على الايبوك il y avait beaucoup plus que ça. Je pense que ça montait jusqu'à 80,000. On sait que ça fait beaucoup de bruit. انا جاي وعارف عدد الجماهير، بالعكس انا كنت متوقع ان هم ممكن يكونوا وصلوا ل 80,000 مش بس 50,000. انا عارف انه هيكون في اصوات عاليه من الجماهير وتشجيع، فانا جاي وعارف ده. بس زي ما ذكرت احنا جايين ندافع عن حظوظنا في التاهل وان احنا نقدم مباراه جيده. فريق النادي الاهلي بيمتلك لاعبين كبار، بيمتلك خبرات كبيره جدا، احنا مستعدين لده. وحابب اكد مره اخرى مباراه كره قدم ستظل مباراه كره قدم، وده اللي احنا هنحضر له بكره. C'était un match nul équitable je dirais. C'était normal. Compte tenu du rendement des deux équipes, je pense que Ahly pouvait marquer. هو ذكر اصلا انه المباراه اللي فاتت هي كانت مباراه متوازنه جدا، انتهت بالتعادل. كان فريقه ممكن يسجل والنادي الاهلي كان ممكن يسجل، ولكن ده ما حصلش. المباراه كانت متوازنه. بالحديث عن مباراه بكره، مباراه بكره هتكون صعبه. اولا طبعا لحضور عدد كبير من الجماهير، فده اكيد هيكون عامل فارق بشكل كبير. كمان انه انت بتلعب خارج ارضك، فدي من العوامل اللي هم حاطينها في حساباتهم. ولكن يظل العامل اللي هو بيفكر فيها هو كره القدم. هو بيامل ان كره القدم هي اللي تطلع منتصره في الاخر في مباراه بكره. دي الحاجه اللي هو بيفكر فيها، وان الفريق الافضل هو اللي يحقق الانتصار. Non, c'est loin de là. Vous savez, aujourd'hui, personne ne peut surprendre personne. ردا على السؤال الاول، ما فيش اي مفاجآت في كره القدم، خاصه مع كره القدم الحديثه وتكنيكات التحضير للمباراه في كره القدم. انت بتكون محضر، متفرج على فيديوهات، فما بقاش في فكره ان انت تفاجئ خصمك في كره القدم الحديثه. يمكن لو اتكلم على مباراه الذهاب، احنا كان ممكن نقدم مباراه افضل، ما قدمناش افضل حاجه ممكنه. هنحاول ان احنا نعوض ده في مباراه بكره، رغم ان ده اكيد هيكون اصعب. بتلعب مباراه خارج ارضك بحضور عدد كبير من الجماهير، فده طبعا مش هيكون حاجه سهله، هتكون حاجه صعبه جدا. ولكن زي ما ذكرت في البدايه، حابب اكد مره ثانيه احنا جايين باتم استعداد ان احنا ندافع عن كامل حظوظنا ان احنا نخرج بنتيجه طيبه من مباراه بكره ان شاء الله. Peur, je ne pense pas. Stress, forcément, parce que ça fait partie aussi. في البدايه هو حابب يقول هو مش هيبقى فيه خوف، ولكن هيبقى فيه الضغط، الضغط الطبيعي اللي هم هيحاولوا يحولوه لاجواء ايجابيه بالنسبه لهم. فكره ان هو يتكلم مع لاعبين، فزي اي حد اللاعبين كلهم متابعين جيدين لوسائل الانترنت وعارفين الكلام عن المباراه وعارفين المباراه هتكون عامله ازاي. احنا مستعدين لده، خاصه ان احنا اصلا مباراه ربع النهائي لعبناها خارج ارضنا وكان في عدد كبير من الجماهير، فاحنا تعودنا على الاجواء دي. فوجود الاجواء دي اكيد هيكون مهم، ولكن الاهم هو تركيز اللاعبين وتركيزنا كلنا عن المباراه. هو ده اللي احنا هيخلينا نحاول الضغط اللي هيعمله الجماهير الضغط ايجابي في صالحنا. Souvent ce qu'on appelle les remplaçants quand ils jouent ils essaient de montrer au coach. دايما بنأكد في كرة القدم بشكل عام انه اللاعب البديل لما بيشارك بيكون عايز يثبت للمدير الفني قدراته، وعايز يثبت انه هو يستحق الفرصة انها تعترف في ارض الملعب بعد كده. فبالتالي ده بيكون حرص من اي لاعب بديل هيشارك. وبالحديث عن حالة النادي الاهلي، فالنادي الاهلي اللاعب اللي هيشارك او اللاعب البديل هو جميع اللاعبين لاعبين جيدين جدا. احنا تركيزنا دايما بيكون مين هيشارك في ارض الملعب، احنا هنقدم ايه في ارض الملعب، احنا هنحاول ان احنا نقدم ايه. فبالحديث عن مباراه الذهاب والغيابات، الغيابات ما اثرتش على الاقل بالنسبه لنا، لان احنا عارفين ان جميع لاعبين النادي الاهلي جيدين. واي بديل هيشارك ده بالنسبه لي هيكون اصعب، لان هو هيكون نازل بدوافع اكبر. فورسيمون نو اوسي اون ا دي جوور كي سون با لا، اون ا دي جوور كي سون بليسي دونك مي دانز اون سيزون كوم سا كان تو فوا او بو دي كومبيتيسيون. بالحديث عن الغيابات، فاحنا كمان عندنا بعض الغيابات زي اي فريق بيتاهل لنقطه بعيده في اي منافسات في البطوله، اكيد هيعاني من غيابات في لحظه او في اخرى، او انه اللاعبين يشعروا بالاجهاد. النادي الاهلي لانه بيشارك في بطولات كتير، لعب في كاس العالم الانديه، البطولات المحليه اللي بيشارك فيها، فطبيعي حتى لو ما فيش غيابات للاصابه، المدير الفني هيكون مجبر ان هو ما يعتمدش فقط على عدد 15 لاعب، هو هيكون مجبر ان هو يعمل حاله تدوير ويخلي لاعبين اكبر بيشاركوا عدد اكبر من اللاعبين. هي دي طبيعة كرة القدم. احنا كمان عندنا غيابات، واحنا كمان مستعدين ان احنا نقابل مباراة بكرة النادي الاهلي.